أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري. رصدت كاميرا الغد المشرق عملية دخول وتأمين القوات الجنوبية لمديرية المحفد في أبين، وتمكنت القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق لتأمين مديريات محافظة أبين من دخول مديرية المحفد آخر مديريات المنطقة الوسطى، والتي كانت تعد من أخطر المديريات التي كانت تتحصن فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وعصابات التخريب وقطاع الطرق. تمكنت القوات الجنوبية من إحباط عملية إرهابية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وقال نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة شبوة العقيد علي لحول إن الفرق الهندسية لمحور عتق تمكنت من إحباط عملية إرهابية في مدينة عتق، مؤكدا أن خلايا إرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة موجهة أمام بوابة قوات الأمن الخاصة في الخط العام بمدينة عتق. خرج أبناء منطقة بور بمديرية سيئون في مسيرة جماهيرية سلمية حاشدة تطالب بسرعة رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى. وخلال المسير عبر أهالي منطقة بور بشعارات وهتافات تطالب المجلس الرئاسي والتحالف العربي بسرعة إصدار قرار بترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت لتنفيذ اتفاقية ومشاورات الرياض وإحلال قوات النخبة بدلا عنهم، وتجنيد قوة بقوام 25,000 جندي من أبناء حضرموت. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وزير الدفاع في حكومة المنصف الفريق محسن الداعري. اطلع الزبيدي على مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات المواجهة مع ميليشيات الحوثي ومستوى الاستعداد القتالي لمواجهة الاعتداءات التي عقبت انتهاء الهدنة الأممية. وشدد الزبيدي على أهمية رفع اليقظة العسكرية والرد بكل قوة وحزم على أي محاولة اعتداء على القوات العسكرية المرابطة في جميع الجبهات. تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لسكان محافظة حضرموت، وشكلت هذه المساعدات الإغاثية عنصرا إيجابيا بالنسبة لآلاف العائلات المتضررة والتي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، والتي خففت عنهم المعاناة المستمرة من نقص في بعض مستلزمات الحياة الضرورية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.